10 شهور في انجلترا، وربنا كرمني جامد قوي قوي وجاي على شوق، ونفسنا ربنا ان شاء الله ربنا يكرم منتخبنا ونوصل لكاس العالم ويفرح الشعب المصري. الشعب المصري محتاج حاجات يفرح بيها من دول الحقيقه. كابتن سمير، انا مش عايز اطول عليك طبعا، انا عارف الظروف، لكن خلينا يعني واحد بقاله كتير ما سمعش كابتن سمير زاهر، ما شفناش اراءك، ما سمعناكش بتتكلم على الكوره من فتره كبيره. انت شايف المرحله دي عايزه ايه؟ شايف المرحله دي المفروض يحصل ايه؟ شايف اتحاد الكوره الحالي المفروض يعمل ايه لهذا المنتخب؟ يعني انت مريت بالحاجات دي كتيره جدا، وكنت دايما ما شاء الله في ظهر المنتخب، وكنت بتساند مدربين ومديرين فنيين بشكل قوي جدا، وكنت من اسباب نجاح مدربين ومنتخبات كثيره. شايف الفتره دي شايفها ازاي يا كابتن سمير؟ والله يا حازم، انا الحقيقه يمكن تجاربي كلها الفتره اللي فاتت في الاربع بطولات اللي كسبتهم بمجلسي تجارب، كان يعني انا المسؤول من المجلس مع المنتخب، وده اللي كان لازم يتعمل، ان لازم يبقى في واحد بيمثل المنتخب، بيمثل الاتحاد مع المنتخب، وهو المسؤول ان هو ينقل صوره المنتخب للاتحاد. انما اللي بيحصل دلوقتي مش كده. يعني انا كلمت الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه ودردشنا كتير قوي، الراجل بتاع كوره، والمجموعه اللي موجوده حازم مجموعه متميزه جدا، بس مش اللي بتلعب النهارده. يعني انا بتفرج على الماتش بتاع النهارده ده، اما تيجي المجموعه المحترفين مجموعه النادي الاهلي هتلاقي ان الناس اللي بتلعب النهارده هيلعبوا 3-4، فده ما بقاش ماتش تجريبي. يعني الماتش التجريبي اللي هو اجرب ال 11 اللي هروح العب بيهم ماتش غانا، صح كده ولا ايه؟ طبعا، ما انا لسه بقوله يا كابتن والله، يعني مش مجرد ماتش وخلاص، لازم نستفيد من هذه المباراه بشكل او باخر. هتستفيد ايه من المباراه دي؟ انا هقول لك، هتستفيد انك بتجهز واحد، بتشوف واحد ناقص عندك في التشكيل بتاع ال 11 عايز تحطه في مركز. انما لازم يا حازم، لازم لازم ارجوك، لازم الرساله توصل، لازم الفرقه اللي هتلعب في غانا تتجانس وتلعب مباراه حبيه تجريبيه قويه قبل ما تسافر. والله امبارح كابتن سمير قلت الكلام ده، قلت لازم الناس تساند المنتخب شويه ويتعمل معسكر كويس ويتلعب ماتش كويس، عشان الماتش المهم قبل يبقى فيه ماتش مستر بيرلي يشوف اللعيبه فيه اللي هيلعبوا بجد، مش ماتش بتاع النهارده ده اللي ما فيش حد هيلعب فيه تقريبا، اللي بيلعبوا دلوقتي ما اعتقدش فيه غير 2 أو 3 هيلعبوا الماتش الجاي. يعني هو ده، انما انا شايف ان الروح المعنويه مرتفعه، وانا شايف ان 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 الناس في مصر محتاجه تفرح. يعني انت زي ما انت شايف، فاكر الاربع بطولات اللي خدناهم 98 وانت كنت فيها، و2006 و8 و10، يعني الواحد كان قاعد ددبان قاعد في اللوكاندا ما بيسيبش المنتخب دقيقه بايت معاهم، صح. فالروح دي مطلوبه انها تتوجد في هذا الوقت، لان مصر اللي من دول اللي بيحصل كتير قوي على ان الناس تلعب بدون جمهور ومشاكل بدون جمهور وشد عصبي رهيب، ومفيش دوري. وبرادلي اما تعاقدت معاه وعدني هو وجهازه انهم قالوا لي هنوصل كاس عالم انا وجهاز، انا ومجلسي، ويسال الدكتوره ماجي كانت معانا ومجموعه كبيره، وقال قدامنا ان انا هوصل لكاس العالم، بس بظروف صعبه جدا جدا، فلازم نحاول نساعده عشان الفرصه موجوده قريبه جدا، بقت قريبه يعني. طب سمير، لو حضرتك ماسك المجلس حاليا واحنا في الفتره دي، شايف ايه اللي كان المفروض يتعمل للمنتخب ده في الفتره دي قبل ماتش غانا؟ شايف ايه اللي ينقص المنتخب حاليا؟ شايف هل ده المستطاع بالنسبه لاتحاد الكوره، ولا كان ممكن يعمل حاجات اكتر من كده شويه؟ والله يكون في عون اتحاد الكوره بامانه برضه، يعني عشان اكون صادق، الله يكون في عون ظروف مختلفه في الظروف الصعبه اللي فيها الكوره اللي من دول. انما كنت على الاقل هبقى انا المسؤول عن المنتخب في كل تحركاته وميزانياته، واعرضها على الوزير واعتمدها، واجي انا اتكلم مع المجلس. انما يعني عايز انا قلت للكابتن طاهر من يومين، قلت له يا طاهر، انت لاعب كوره ولاعب كوره ونجم، فلازم الناس اللي موجوده النهارده بتلعب كويسه جدا جدا جدا، يعني مجموعه لاعبين موجودين عند برادلي المحترفين واللي في النادي الاهلي يعملوا منتخب قوي. واحنا على فكره في نقطه اهم يا حازم، ان احنا بنلعب مع السود كويس. يعني احنا بنلعب مع السود كويس جدا. احسن من دول شمال افريقيا والحتت دي بكتير. اكيد. فاتمنى يعني اتمنى عشان ما اجرحش دماغك اكتر من كده. لا والله، ده انا بالعكس، انا عايز اطول مع حضرتك اكتر واكتر، عايزين نسمع منك شويه الكلام في الكوره يا كابتن سمير، ده انت الايقونه بتاعتنا يعني. والله هي الكوره بتاعتنا النهارده
اللي بيحصل انا بتفرج على الماتش قدامي. كنت اتمنى ان منتخبنا يلعب مباراة تجريبية كاملة بال11 اللي رايحين وبالاحتياط اللي هيكونوا هناك و و و ومعنويات. مش عايز حد يشتكي، ما ينفعش يشتكي واحد الاجهزة الجهاز يشتكي مش لاقيين مباراة وما حدش جاب لنا مباراة، كل ده بيعمل احباط. فانا يعني نفسي ان يتدخل الكابتن طاهر ابو زيد بصفته كروي كبير ونجم من نجوم كرة القدم ويحط ايده معاهم ويشوفوا لهم ماتش ويلعبوا مباراة تجريبية وحملة قومية للوقفة مع منتخب مصر في مباراة غانا، لان ده حلم كبير جدا وقريب وما هوش بعيد. ان شاء الله تتمم على خير باذن الله. يا رب يا كابتن سمير. كابتن سمير، مستر برادلي يعني كان اختيار المجلس القديم مجلس كابتن سمير زاهر، وواضح انه اختيار موفق حتى الان بالنسبة للظروف الصعبة. شايف اختيارك لبرادلي كان شايفه ازاي دلوقتي بعد ما وصل المرحله دي انت من وجهه نظرك؟ والله برادلي انا ما اخترته انا ومجلسي، احنا كان عندنا 35 مدير جهاز فني اتعرضوا علينا ويمكن صفصفوا على ثلاثه وبعدين انتهينا ببرادلي. برادلي الحقيقه يعني شفت الجول ده دخل ازاي؟ حلو اهو. احمد عيد بيلعب مباراه تجريبيه يعني ربنا يستر. المهم يا حازم ان انا بقول لك ان برادلي ده انا ما اتعاقدت معاه. قال لي قدام المجلس I'm going to go to the World Cup. انا رايح ده على اساس العالم. ايه بقى؟ على اساس اللعيبه اللي عنده يعني كان عارف المنتخب عامل ايه؟ على اساس اللعيبه اللي عنده كان في دوري وفي جماهير وفي صح. حماس من ساعه المباراه بتاعت بورسعيد الدنيا اتغيرت خالص في الكوره. الكوره خلصت صح. خالص الكوره ولا في دوري ولا في الانديه من غير فلوس والدنيا بقت مش هي. ورغم الظروف دي الراجل بيشتغل صح. وبيختار ووصل وطلع اول مجموعته، دي حاجه جميله جدا. عايزين ندي الفوش الاخير بقى. طب سمير يعني حضرتك اول من دخل التسويق الرياضي بشكل قوي جدا في الكوره المصريه وللانديه ودخلت فلوس كتير قوي للاتحاد وللانديه، انت شايف حاليا الكوره بالشكل اللي احنا فيه ده الناس تعمل يعني ايه المفروض يتعمل في التسويق الرياضي حاليا؟ يعني والله في صعوبه يا حازم، في صعوبه النهارده. الراجل اللي هيدفع فلوس ده عايز المنتج بتاعه يسوق، وفي ناس بتعمل دراسات في نهايه التسويق ونهايه الاعلانات ويشوف الاعلان بتاعه جاب ثمن ولا لا والتسويق جاب ثمن ولا لا وتتعمل دراسه. ايه اللي ممكن النهارده اي شيء ممكن يتعمل له اعلان ويبقى العائد بتاعه كويس؟ مفيش. يا في ماتشات فين الماتشات؟ وحتى لو يبقى في ماتشات ساعات الواحد ما بقاش يتفرج كتير يعني ما بقتش نفس الاهتمام قوي دلوقتي. لا طبعا من غير جمهور مفيش حماس مفيش اي انفعالات حتى الاعلانات ما الواحد ما بيوصلهاش في الماتشات دي. بس انا عايز اقول لازم يتوجد في هذا الوقت الامانه يعني حد من الناس الكبار رؤوس الاموال اللي يقف مع منتخب مصر ايا كان مين. كشركات يعني ولا كاشخاص؟ والله ايا كان شركه ما فيش واحد فرد بيدفع، انما هو الفرد ده من خلال شركه يعني. اي حد من الشركات اللي بيحبوا مصر اللي نفسه مصر نفسهم مصر ترجع تاني. اصل كون ان مصر ترجع تدخل كاس العالم ده تبقى فرحه زي الفرحه بتاعت ال 34 مليون اللي طلعوا الشارع دول. صح. مش كده ولا ايه يعني؟ طبعا طبعا انقلاب رهيب هيبقى في مصر. مصر منتظرها من سنه 90. الله يرحمه الجوهري، فاكر؟ الله يرحمه الله يرحمه. طبعا فاكر طبعا فاكر 98؟ اه والله ايام حلوه و2006 و8 و10 كلها ايام كانت عز الكره المصريه فعلا في الوقت ده. الله ربنا يكرم يا حازم. والله انا جاي وانا قلبي يعني نفسي انا اتكلمت بكل الناس بتوع المنتخب والجهاز واللعيبه وكله وعندهم امل كبير جدا، بس برضه لازم المعنويات والاعلام وكله يقف صف واحد كله ورا المنتخب في الفتره اللي جايه. طب سمير الماتش اللي في مصر ان شاء الله هتكون متواجد في استاد القاهره باذن الله؟ والله ان شاء الله انا هم داعيينني وانا نفسي اجي يعني ان شاء الله تيجي باذن الله تنورنا. انا ربنا يسهل الماتش بتاع هناك يبقى نتيجته كويسه يا رب ان شاء الله. كابتن سمير بنقل لك تحيات كل العاملين في الملاعب اليوم
من رئيس يعني البرامج الرياضيه مهيب، محمد دمرداش، محي ورده، وليد جابر، كل الناس، ايمن دهشور، معتز، المخرجين معانا ياسر وشريف كلهم، وطبعا الكاست كله بيسلم على حضرتك وكلهم مبسوطين جدا وبيحيوك تحيه كبيره من القلب يا كابتن سمير. انت في كل يعني اللي بينجح دايما الناس كلها بتحبه. شكرا حاجه. مشكورك كابتن سمير، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك معانا. مشكورك، شكرا جزيلا. طيب خلينا نطلع لملعب المباراه ومعانا الزميل عمرو مختار. عمرو بقاله يومين في ملعب